فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للحائض أن تدخل المسعى وأن تبقى فيه؟ نعم، المسعى ليس مسجدا وإنما هو مشعر للسعي فقط، يجوز أن تسعى وهي حائض، يجوز أن، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، يجوز أن تبقى فيه تجلس فيه لأنه لا يعتبر من المسجد، مشعر مستقل. وإن كان الآن أدخل في المسجد إلا أن حكمه باق على الأصل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.